للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك سعادة السفير. أهلا بك. أهلا وسهلا. على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أجرى وزير الخارجية عدد من الاجتماعات واللقاءات، أهمية تلك الاجتماعات التشاورية؟ يعني هي محفل عظيم لكل بلدان العالم بلا استثناء للتشاور لعرض وجهات النظر، لنستمع إلى وجهات نظر الآخرين، ماذا يجري في المطبخ السياسي للدول العظمى، ماذا يدور بين البلدان النامية مثلنا 139 دولة مصر تتصدرها، ماذا يجري في القارة الإفريقية وعلى المستوى العربي من أشياء مشجعة وأشياء محبطة. كل الأمور مطروحة ونراها بوضوح، ودائما ما نعلم أن وزير الخارجية عندما يتجه إلى نيويورك فمعه حقيبة مليئة بكل ما يخطر على البال وكل ما نأمل كمصريين ومواطنين أن يناقش. وفوق هذا كله يعني قضية التنمية في مصر وجذب مزيد من الاستثمارات وجذب مزيد من فرص التجارة بين مصر وبين شركائها الأساسيين. ونحن نعتز أن مصر صارت من أكثر بلدان العالم في التمثيل الدبلوماسي، من حيث أن القاهرة تستضيف كل بلدان العالم بلا استثناءات كثيرة، وبالتالي لدينا صلات مباشرة دائما هي على مستوى السفراء، ثم ترتقي إلى مستوى الوزراء وزارة الخارجية وغيرهم. واستفادت الدبلوماسية المصرية أيضا في السنوات الأخيرة بالارتقاء إلى المستوى الرئاسي، فلدينا رئيس بارك الله في صحته جاب العالم من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ذهب لنيويورك وأجرى 40 مقابلة في 5 أيام، ذهب لمعظم الدول الإفريقية التي تربطنا بها مصالح كثيرة، وأيضا الملف العربي يتصدر هذا. مع نعود لسامح شكري، فطبعا سياسيا تتصدر القضية الفلسطينية جهوده، ثم القضايا العربية التي فيها مشاكل دول جوار السودان مثلا، ما يجري في سوريا، ما يجري في السودان يقلقنا جدا، ما يجري على حدودنا مع ليبيا وهي دولة شقيقة جارة عزيزة فيها 2 مليون مصري. صحيح. ما أشار إليه الوزير من وهو ما يعكس سعادة السفير الدور الذي تقوم به مصر سواء على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد العربي أو حتى على الصعيد العالمي. جزيل الشكر سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق.